الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نحمد الله يا اخواني، احنا فرحانين. في ايش فرحانين؟ قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. والله اللي جمعوا اموال الدنيا كلهم ما هم فرحانين. فرحانين فرحة من الشيطان هذه، اما انه احنا فرحتنا من الرحمن. عايش فرحان من اهل لا اله الا الله. عايش فرحان بحب ربي. عايش فرحان. ليس للمؤمن راحة إلا بعد الموت. ليش فرحان؟ مستأنس بالله. الله يا إخواني اللي فائد هذا الشيء وعنده كل أموال الدنيا والله ما هو فرحان. عنو الفرحان؟ اللي داير حلاوة الإيمان، لذة القرآن، لذة الصلاة، لذة الذكر، لذة التوجه، لذة انك تشكي لربك همومك. والله يا اخواني قليل من الناس، كثير مصلين، كثير حجاج، كثير عمرة، كثير قراءة قرآن، كثير زكاة، كثير صدقة، لكن يا اخواني قليل انس بالله، قليل تعمر بينك وبين الله. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. هذا يا إخوان الصحابة اللي عرفوه، هذا أبو بكر عرفه وعمر عرفه. عشان ياخذ يا إخواني تنو كان يجي الواحد السهم يقول فزت ورب الكعبة. فزت في إيش؟ فاز دشر مرته ودشر أولاده ودشر جاجاته ودشر غنماته. في إيش فاز؟ فاز في الجنة. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. حب، قل هو الله واحد. الله بحبك، وإذا حبك وديك على الجنة. ليش بتقرأ قل هو الله واحد يا إمام؟ ليش بتقرأها كتير في هالصحابة؟ قال والله بحبها يا رسول الله. قال حبك إياها أدخلك الجنة. حب ما يحب الله. أحب الكلام إلى الله، أحب الكلام إلى الله. شو هو يا رسول الله؟ سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده. إذا اللي بقولها 100 مرة حطت خطايا، كيف اللي الله بوفقه يقولها ألفات وبقول للناس قولوها؟ قديش هذا فرحته؟ قديش هذا إله قيمة عند ربه؟ والله ما حرمان، والله لا حرمان اللحم ولا السيارات ولا الفيلات ولا القصور ولا الحمراء ولا الزرقاء ولا الاولاد، والله ولا شيء الا حرمان. تقول له انا عبدك وانا عبدك وانت ربي، انا الصغير انت الكبير، انا يا ربي المحتاجك، الحمد لله اللي انا محتاجك، الحمد لله انت غني عن العالمين. والله إلا غير تشوف فرحة في القبر يا عبد الله، والله عمرك ما شفتها في الحياة. وين فرحة الإنسان المؤمن؟ وين؟ هذه دار ابتلاء يا جماعة، ليبلوكم أيكم أحسن تقوى، أحسن إيمان، أحسن صلاة، أحسن قيام ليل، أحسن معاملات، أحسن أخلاق، أحسن أخلاق. أعطي الناس حقهم يا عبد الله، ولا الله بيغضب عليك بعدين. جيب سيرة الناس يا عبد الله، تطلعش في عيوب الناس يا عبد الله، بشطب إيمانك يا ملطم، بشطب إيمانك يا ملطم. والله يا إخواني اللي لسانه قاعد على كلام في إعراض الناس، لو بيصلي ما هو حاسس بحلاوة الصلاة، والله ما بيصلي. والله يا إخواني القلب بئس يا جماعة، إذا الكلام في الحلال الدنيا بئس القلب. والرسول عليه السلام قال لا تكثروا كلام بغير ذكر الله. في الحلال يا جماعة، كيف اللي بيحكي في أعراض الناس؟ كيف اللي بحط في أعراض الناس؟ كيف بدي يحس حاله إنه صلى هذا يا جماعة؟ ليش الصلاة تقيلة؟ ليش القرآن تقيل؟ ليش قيام الليل تقيل؟ يا حسن البصري يا إمام التابعين، ليش قيام الليل تقيل علينا؟ قال أثقلتنا ذنوبنا. ليش صلاة الفجر؟ هيا يا عبد الله بقوم عشان يصحر. طب في غير هذه الايام
وبعدين هيئة الشياطين مبطحة ومحبوسة الليلة بالفلتو. الله يعيننا يا ربي، الله يعين أمة محمد. الليلة بالفلتو، الليلة بالفلتو. وين صلاة الفجر؟ وين حلقات التعليم؟ وين الذكر؟ وين القعدة في المساجد؟ إذا اللي بيعلق في المسجد ألفه الله، اللي بيعلق في القرآن ألفه الله. بس يا إخواني الله يذوقنا حلاوة القرآن، لذة القرآن، تنفتح شهيتنا يا جماعة. طلع إيه؟ اسمع اسمع يا عبد الله، اسمع عايش شهيفتك من فتحة. انت إلك عيمة عند الله، إذا مفتوحة شهيتك على شيء بحبه الله أنت ولي لله. اللهم أخرج أثر المعاصي من قلوبنا يا الله، يا الله. اللهم أخرج لذة المعصية من قلوبنا يا الله. اللهم أخرج حب المعاصي منا يا الله. لا تجعل للشيطان علينا سبيل يا مولاي. اللهم كما زممت أهل الدنيا يحبون المال حبا جما، الله يجعلنا نحبك حبا جما، نحب رسولك الكريم حبا جما، نحب الدعوة يا جماعة. في جهد والله أكثر أهل الأرض يا حبايبي، والله ما هو عرفته، ما هي عرفته، والله أكثر أهل الأرض ما هي عرفته. جهد إيش هذا يا شيخ؟ شو هو الجهد هذا؟ هذا الجهد اللي بيحيي الصلاة، هذا الجهد اللي بيحيي الحج، هذا الجهد اللي بيحيي العمرة، هذا الجهد اللي بيحيي قراءة القرآن، هذا الجهد اللي بيحيي الصيام، هذا الجهد اللي بيحيي الزكاة. والله من دون هذا الجهد وكل الأعمال موجودة زي ما تموت شجرة وما تسمدهاش وما تأنبهاش وما تسقيهاش. التمر بموت يا جماعة، الصلاة بتموت، الحج بموت، الزكاة بتموت، الصيام بموت. من ايش؟ فيش جهد تحصيل الإيمان، فيش جهد تحصيل الإيمان. والله هذا يا إخواني بعض الناس أعرع، عمرنا ما مشطنا. هذا الأساس يا جماعة. والله 13 سنة النبي عليه السلام وهو يغرز هذا الشيء. أنا ما أسعد الناس بشفاعة النبي يا إخواني، أنا ما أقول اللهم اجعلنا منهم، اللهم اجعلنا منهم يا ذا الجلال والإكرام. والله ما هو أكثر صلاة ونعم الصلاة، ولا أكثر حج ونعم الحج، ولا أكثر عمرة ونعم العمرة، والله ولا أكثر زكاة، والله ولا أكثر صيام، والله ولا أكثر قراءة قرآن ونعمة. لكن أنو أسعد الناس وأحق الناس بشفاعة النبي يا إخواني يوم القيامة؟ اللي تعب على شيء واحد، تعب واجتهد وضحى لدخول الشيء هذا في قلبه. شو هو اللي دخل في قلب أبو بكر؟ ما سبقكم أبو بكر بكثرة الصيام وصلاة ولا صلاة، ولكن بشيء وقر في القلب، الزهد واليقين. الزهد واليقين إصلاح هذه الأمة وخربان ديارها. في إيش؟ خربان ديارها في حب الدنيا يا إخوان، في حب الدنيا. شو أنا ما أسعد الناس لشفاعتك يا نبي؟ قال من قال لا إله إلا الله صدقا من قلبه. اللهم اجعلها صدقا من قلوبنا. الله يجعلنا نعيش عليها، الله يجعلنا نموت عليها، الله يجعلنا نلقى وجهك الكريم عليها. اللهم أذقنا حلاوة لا إله إلا الله، لذة لا إله إلا الله، لذة الأنس بجلالك، لذة حبك، لذة مدحك، لذة الثناء على جلالك، لذة تمجيدك، لذة تبين عنك أمام خلقك. أنا بحب الناس لله، أنا أحب الناس لله. اللهم اجعلنا منهم، قولوا آمين. أحب الناس إلى الله أنفعهم لعياله، أحب الناس إلى الله أنفعهم لعياله، أرحمهم على عياله، أكثرهم تذكيرا بنعايم الله وبفضل الله وبجود الله وبكرم الله. هذا أنك تتكلم عن نعايم الله، بتبسط الله، بتفرح الله جل جلاله. الله يشرح صدورنا صدور أمة محمد يا الله، الله ما يشرح صدورنا صدور أمة محمد يا الله. الله ما يغفر لحينا وميتنا صغيرنا.